محتاجين نفكر في الآية وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هل هتنطبق على كل واحد فينا بيرمي مخلفات في الشارع ولا لا؟ ساعات بيصيبنا حالة من اللامبالاة وعدم الإحساس بالخطأ، وإن ده خطأ صغير والكل بيعمله، إن الكل بيرمي مخلفاته في الشارع، ما تكبرش الموضوع. والحقيقة إن الشرع الشريف وما سيحاسب عليه العبد غدا بين يدي الله عكس كده. أنت عندك ميزانين يوم القيامة، ميزان سيئات وميزان حسنات، وعندك ملكين على كتافك، ملك الحسنات وملك السيئات. ما عندكش ميزان يوم القيامة اسمه ميزان إيه المشكلة، وما عندكش رد أو مبرر يوم القيامة اسمه عادي ما الناس كلها بتعمل كده. ربك بيقول لك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل واحد هيتسأل عن أعماله لوحده. وانت وصفك كإنسان خليفة الله في الأرض، دورك العمارة والإصلاح وليس الهدم والإفساد. ومصر بتصرف 10 مليار جنيه سنوياً على جمع القمامة من الشارع، يبقى رميك لقشرة فاكهة ولا سجارة ولا الكان بتاعت الحاجة الساقعة، ده في جانب الإصلاح ولا الإفساد. وهل قول ربنا سبحانه وتعالى إن الملائكة بتقول أتجعل فيها من يفسد فيها ينطبق على المنديل اللي اترمى ولا لأ؟ وكان منظره مش كويس في أعين الناس. ولو قلت الكل بيعمل كده هقول لك ربك في القرآن بيقول لك والله يعلم المفسد من المصلح، فما تقولش الكل بيرمي ده إفساد، خليك أنت في جانب المصلح. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما روى أبو ذر في الأدب المفرد البخاري قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، يعني البصقة. النخاعة في المسجد لا تدفن، اللي بيبصق في الأرض شيء بيبقى مقزز جدا وما يدفنش البصقة دي في الرمل، وده شيء من الإفساد. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ده لفت نظر النبي أثناء قراءته ورؤيته لأعمال الأمة الحسن منها والسيء. ولما تعرف أن سيدنا رسول الله ورث أصحابه نظافة الطريق، سيدنا عمر بن الخطاب بيبعت سيدنا أبو موسى الأشعري للبلاد عشان يعلم الولاة يقولوا للناس إيه، فقال: إن أمير المؤمنين بعثني إليكم لأعلمكم سنتكم وإنظافكم طرقكم. يعني أحد مهام سيدنا عمر اللي بيبعتها للولاة يعلمهم إزاي يبقى الطريق نظيف. لما تعرف إن في حاجة اسمها حق الله في كتب أهل العلم، وحق الرسول، وحق الجار، وحق الوالدين، وحق الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه. حق يعني هنتسأل عليه بكرة يوم القيامة. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى. وأكيد الزبالة اللي بتترمي في الشارع ده أذى لأي واحد ماشي بيدور على نظافة. وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الحل الامتثال لوصية سيدنا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. وافتكر دايما: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أو شرا يره. وأكيد قشرة اللب ولا قشرة الفاكهة دي أكيد أثقل من مثقال الذرة، وأعتقد أنها مش في جانب الخير. وسبحان الله، انت عارف احنا بندور على ايه؟ بندور ان حالنا يكون زي حال الراجل اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه انه كان ماشي في الشارع فلقى غصن شوك فحطه على جنب كده، وقال: وكان هذا الرجل لم يعمل خيرا قط فشكر الله له فأدخله الجنة. شوف كلمة لم يعمل خيرا قط، كأن الانسان اللي بيبعد الاشياء اللي مش نظيفة عن الطريق او اللي مش بيرميها من الاول وإن لم يعمل خيرا قط. شوف قد إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيكبر الموضوع، ودي مش مبالغة، هذا وحي من الله عز وجل لرسول الله. الموضوع مش سطحي، الموضوع حق من حقوق ربنا وهو حق الطريق. ولو مش موجود في بلدك قانون رادع لكل واحد بيرمي حاجة في الشارع، فأنت احمل في صدرك قلب خاشع لمراقبة ربنا اللي بيقول: إني معكما أسمع وأرى. لو في حاجة عايز ترميها في الشارع بعد ما كلتها امسكها في إيديك لغاية أقرب سلة مهملات، أو حطها في جيبك وخلي فيه كيس في عربيتك متعلق في الفتيس كده، الأكل اللي تاكله ولا حاجة حطه فيه وبأرميه بالليل لما تروح. حق الطريق هذا حق الله، وسيدنا النبي تكلم عنه: ولا يتكلم رسول الله إلا في كل عظيم. فاللهم يا رب ارزقنا طهارة الظاهر والباطن ونظافة اليد والقلب والجسد، واجعلنا ممن أصلحوا ولم يكونوا من المفسدين.